الدفعة الأخيرة من مقاتلي وأهالي بلدات جوبر وزملكة وعين ترمة ودعت بحسب النظام الغوطة الشرقية إلى إدلب ليعلن القطاع الجنوبي منطقة خالية من فصائل المعارضة كما من المدنيين. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد المهجرين من الغوطة الشرقية بلغ أكثر من 190 ألف شخص بين مسلحين ومدنيين، وانقسم هذا العدد على ثلاثة أقسام. القسم الأول توجه نحو إدلب شمال سوريا ويقدر عدده بنحو 43 ألفا، والقسم الثاني مكون من نحو 40 ألف شخص بقوا في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام داخل الغوطة الشرقية، فيما يغيب عن المشهد مصير القسم الثالث والأكبر عددا الذي يضم أكثر من 108 ألف شخص ممن أجبروا على العبور باتجاه مناطق سيطرة النظام، ويبقى مصيرهم مجهولا لا سيما بعد نقلهم إلى مراكز إيواء تابعة للنظام وميليشياته. مراكز أشبه بالمعتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة لا سيما في ظل غياب الضمانات كافة لعدم انتقام النظام من آلاف المهجرين قسرا من الغوطة الشرقية. فدوى الجلال، العربية.